أنا ما كنت بعرف إنه أبوها عنده مشاكل صحية. أنا بس كنت بدي أنقذ ابني وحفيدي منهم، بس اللي صار ما كان بقصدك. خلاص انسى انسى. كيف بدي انسى؟ الرجال مات. تعرفي شو يعني مات؟ لا، وحملوا ابني جواد مسؤولية موته. لك والله إذا بيدرى جواد باللي صار ما عاد يدير وشه علي كل حياته. بفهمك حياتي، بفهمك. كنا رح نكون سوا أنا وياه ومبسوطين يعني، والبابا موافق وانتو كمان كنتوا مبسوطين وموافقين يعني. ما بعرف كيف هيك صار. ندى كل ما فكر بهداك النهار ما بعرف شو حس. بحس حالي عم بلوم جواد، بس يمكن هو ما خصه، انه هو ما كان عارف شو عم بيعمل واكيد ما كان قصده. وانت شفت قد جرب يساعد البابا لحتى يعيش. انا معجوقه بالطبخ، اوف كثير تاخرت. ليك حبيبي بعدين بنكفي الحديث، بس بالاماليه فيك تفوتي عند الست عليا، هي الست لمي عندها، عبالي اعرف اذا باقي على العشاء ولا لا لاعمل حسابها. يلا بليز حبيبي. والله اني فهمان عليك، بس خوفك عم بيوترني. ما فيك تضلك هيك، بدك تسيطري على حالك شوي. قلتلك انا زبطت الامور، خلص حليتها. انا بعرفه لابني، هو شاكك فيي، باين من تطليعاته. اذا ضليتك هيك رح تخليه يتاكد، مش بس يشك. حليا انت ما عم تحسي فيي. أنا ما بتحمل فكرة إني أخسره لجواد، ما فيي. يا حبيبتي، نحن الاثنين من الأول همنا الوحيد كان إنه نخلص جواد من هيدي البنت، ولا مرة كان بنيتنا إنه نأذيه، كان بدنا نحميه وبس. عليا مزبوط، وحسبنا كل شي صح. لا قلب سمير لضعيف. ايه عليا، نحن قتلناه لسمير. ايه نحن اللي قتلناه.